بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لا نزال في بدء الصلاة وفي فضائلها وأصلها. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا الرجل كان يعمل تمارا، بياع للتمر. أتته امرأة ذات جمال فطلبت منه أن تشتري تمرا، فقال: هذا التمر أمامك، وفي داخل المحل ما هو أفضل من هذا وأحسن؟ فدخلت إلى داخل المحل لترى التمر الذي هو خير وأحسن، فبدون شعوره ضمها وقبلها كإنسان، يعني شو لو كان صحابي بشر، ضمها وقبلها. بعد ذلك شعر بخطيب الخطيئة والألم، ألم الذنب، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وقال: يا رسول الله، أقم علي الحد. خير؟ قال له: يا رسول الله، أتت امرأة لتشتري من عندي فضممتها وقبلتها، امرأة أجنبية، هذه خطيئة، شو بدها تقيم علي الحد؟ فصلى الله تعالى عليه وسلم قال له: اجلس، عود مع جناب. فجلس الرجل ونزل الوحي من السماء بقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار غداة وعشيا، الغداة صلاة الفجر والعشي صلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل يعني فرقة من الليل المغرب والعشاء. فالآية جمعت الصلوات الخمس: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالتفت النبي إليه وقال: قم فتوضأ وصلي ركعتين يغفر الله لك ما أسلفت. كان مفكر يقام عليه الحد بجلد أو بشيء، انفدت له بصلاة ركعتين: إن الحسنات يذهبن السيئات. المراد أن هذه الآية جمعت أوقات الصلاة كلها، طرفي النهار صباحا ومساء. في آية الله عز وجل قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس الفجر، وقبل الغروب الظهر والعصر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبحوا وأطراف النهار، آناء الليل المغرب والعشاء. وهذه كذلك طرفي النهار صباحا الفجر ومساء الظهر والعصر،
والزلف من الليل المغرب والعشاء، فجمعت هذه الآية الصلوات الخمس. إن الحسنات يذهبن السيئات. فالرجل من فرحه قال: يا رسول الله، ألي هذا؟ يعني هذا شيء خصوصي لي، الله أنزل الآية القرآنية بشأني خصوصي. فقال النبي: بل لجميع أمتي كلهم. كل واحد إذا ارتكب خطيئة من الصغائر ثم توضأ وصلى يغفر الذنب الذي من الصغائر. الذنوب الصغائر تغفر بالوضوء وبالصلاة وبالاستغفار. والذنوب نوعين: ذنوب صغائر وذنوب كبائر. الذنوب الصغائر التي لا ضرر فيها ولا إيذاء، لا بتأذي أحد ولا بتضر أحد ولا بتضيع حق أحد، هي ذنوب صغائر تغفر بالاستغفار والوضوء والصلاة. وأما الذنوب الكبائر التي فيها ضرر للغير، مثل عقوق الوالدين، مثل أكل الربا، مثل أكل مال اليتيم، فهذا لا يغفر إلا بالتوبة الصادقة. والتوبة ليست هي كلاما أن يقول استغفر الله، التوبة إرجاع الحق إلى أهله. لو واحد عق والديه، لو استغفر وتاب 100 سنة لا يغفر له ما لم يرجع إلى والديه فيدخل السرور على قلبيهما، بده يسرهم، بده يبدل مسيرته معهم من مسيرة الجفاف والعذاب إلى مسيرة الخدمة والبر وإدخال السرور عليهم. وإلا فمرتكب كبيرة من الكبائر تعادل الشرك. فصلى الله عليه وسلم فتح هذا الباب للمسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، ما في واحد من بني آدم إلا بيخطئ، ومن قال أنه لا يخطئ فهو صاحب الخطأ الكبير. فما بصيح ينسب الإنسان إلى نفسه الكمال، الإنسان دائما في نقص. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا كان خطاء لازم يمحي الخطأ، ومحو الخطأ يكون بملازمة الصلاة، فصلاة الجماعة تمحو الخطايا، وصلاة النوافل تمحو الخطايا والذنوب، وهكذا التسابيح والأذكار كلها تمحو عن الإنسان ما ارتكب من خطأ ومن زلل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. إن لو طلبت منه أكثر من هيك كان علمني أكثر. ابن مسعود يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ الأعمال كثيرة، في أعمال يكتسب فيها الإنسان المال، في أعمال يتقرب بها إلى الله، في أعمال يخدم بها المجتمع، في أعمال يدفع عنه السوء، في أعمال يجلب له الخير، كلها أعمال. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني الصلاة في أول وقتها. أفضل عمل يقوم به المؤمن الصلاة في أول الوقت.
ولما كانت الصلاة في أول الوقت من أفضل الأعمال، أخبر النبي أن الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وهذا حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة في أول الوقت رضوان الله، ينال بها الرضا من الله. الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي وسط الوقت رحمة الله، في وسط الوقت رحمة الله، وفي آخر الوقت عفو الله. لازم ننتبه للحديث هنا أنه في خطر. الصلاة في أول الوقت رضوان الله، أنت بدك تصلي أوله أو آخره بدك تصلي، فليش تتأخرها؟ صلي بأول الوقت وكساب رضا الله عز وجل. وفي وسط الوقت رحمة الله، والرحمة من يحتاجها؟ المذنب الخطأ يحتاج الرحمة، فمنات ارتكبت ذنبا وخطأ. والصلاة في وسط الوقت رحمة الله، وفي آخر الوقت عفو الله. العفو لمين؟ العفو عن مين بيصير؟ عن المجرم الخطأ الكبير اللي ارتكب خطيئة كبيرة. فإذا أخرت لآخر الوقت ارتكبت ذنبا عظيما، بدل أن ينال الرضوان صار بده عفو، معناتها ارتكب ذنب بده عفو. فالصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي وسط الوقت رحمة الله، وفي آخر الوقت عفو الله. فالصلاة على وقتها أول الوقت، وهذا أفضل. لذلك إمتى الصلاة أفضل شيء؟ أول الوقت إمتى؟ الساعة الأولانية في الجماعة، صلي في الجماعة. هذا المؤمن يا ابني، بعض الصالحين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال منذ 40 سنة، منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في صلاة من الصلوات. تكبيرة الإحرام، وقال منذ 40 سنة ما نظرت إلى ظهر مصلي. شو معناتها؟ قدام كل واقف، ما نظرت إلى ظهر مصلي منذ 40 سنة. لكن الناحية من أن ننتبه أن الذي يقف خلف الإمام يجب أن يكون فقيها بالشريعة، متعلم. أما بيجي واحد بيوقف وراء الإمام ما بيعرف، فإذا الإمام أخطأ ما بيعرف يرده، أو إذا الإمام انتقد وضوءه أو شعر أنه ما له متوضئ بده يسحب اللي وراه. إذا اللي وراه ما بيعرف، واحد عم يصلي بعض الأئمة انتقد وضوءه أو شعر أنه ما له متوضئ، سحب اللي وراه قال له شو بدي أحكي، بطلت صلاة الجماعة كلها. بيرجع الإمام يسحب اللي وراه يعمل له هيك يعني يركع، وإذا عمل له هيك معناتها تتمم القراءة بإشارة الإمام. أما قال له شو بدي أقرأ شو بدي أحكي، بطل الصلاة كلياتها. الله يرزقنا الفقه في الدين. الصلاة على وقتها. قال يعني ابن مسعود ثم أي يا رسول، شو غيره؟ قال بر الوالدين. انتبهوا ما أحلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل العبادة الصلاة. بعد الصلاة شو قال؟ أفضل شيء بر الوالدين، هذا أفضل شيء بعد الصلاة. أقوى وأكرم شيء للمسلم
إقامة الصلاة. بعد إقامة الصلاة بر الوالدين وبالتهديد، لما النبي هدد كان قال الكبائر 7، الشرك بالله وحقوق الوالدين، جعلها بعد الشرك، جعلها بعد الشرك، معناتها حقوق الوالدين يساوي الشرك بالله. وبالنسبة للعبادة البر الوالدين يعادل الصلاة في وقتها. فأفضل الأعمال بعد الصلاة بر الوالدين، وأشقى الأعمال بعد الشرك حقوق الوالدين. فالولد لو بذل مهما بذل أن يدخل السرور على قلب الوالدين، هذا الولد البار الصالح. البر الناس بيظنوا البر دفع مال، يدفع له مال. البر إدخال الفرح والسرور على قلب الوالدين أو أحدهما، والعقوق إدخال الحزن على قلب الوالدين أو أحدهما. فلو أزعل أمه أو زعل أبوه هذا عاق، وإذا أدخل السرور والرضا على قلب والده هذا بر. والبر ليس له جزاء إلا الجنة، والعقوق نسأل الله السلام. بينما لما النبي ذكر لنا حديث بيتبع بعضه البعض، لما النبي ذكر لنا الشباب 3 يلي طالعين على السيران ونزلت الأمطار فآووا إلى غار مشان ما تنزل عليهم المطر، بس تحت الغار، فمن كثر ما كثرت المطر صار في سيل، نزل معه الصخور، فأجت صخرة على باب الغار وسدت باب الغار، على قد باب الغار أجت، والرمل طيان الغار ما عاد دخل. فنظروا إلى بعضهم وقالوا قبر في الحياة لا ينجيكم منه إلا عمل صالح فعلتموه مع الله، فمن عمل عملا صالح فليلتجأ إلى الله به. فقام أحد فقال يا رب هذا في المغارة ما حدا سمعان، النبي عم بيحكي لنا هالقصة بالمغارة، قال يا رب إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، أم وأب اختيارية، وكنت لا أغبق حتى أسقيهما، كان يشتغل راعي يحلب الغنمات ويجي عشية يسقي أمه وأبوه قبل ما يسقي أولاده. فيوم من الأيام تأخر بالرعي، إجا متأخر جاي بالحليبات وجاي واج أمه وأبوه نايمين، فوقف على رأس والدي وبإيده طشت الحليب. إجوا الأولاد، بابا جوعانين ما أكلين طول النهار على شربة حليب. قال لهم والله لا أسقيكم حتى أسقي والدي. أجت زوجته يا ابن الحلال ما دقنا شيء من على بكرة، شربة حليب حتى أسقي والدي. وقف بإيده الطشط حتى استيقظ والداه الفجر. شو هذا يا ابني؟ لأن أنا عم بستناكم لتفيه. قال فلما أخذا من يده الإناء خرجت جلدة يده بالإناء من شدة البرد، والولاد نايمين على الأرض، فشرب الوالدان ثم شرب الأولاد والزوجة. فقال اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا. فأوحى الله للملك أزح الصخرة عن طريقهم. بر الوالدين، إذا الإنسان وقع في ضيق وسأل الله ببر الوالدين الله يكشف عنه الكرب ويفرج عنه الغم. بر الوالدين فيه أسرار عجيبة يا إخواني، الله يوفقنا وإياكم إلى البر. قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي
قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استزدته لزادني، لو طلبت كمان غيره كان كمان علمني. الجهاد في سبيل الله كمان الناس ما فقهوا أحكام الشريعة كلها. الجهاد في سبيل الله الآن نادر أن يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا كان المجاهدين متفقهين في الدين. الجهاد في سبيل الله أن يجاهد لنصرة دين الله عشان ينتصر الإسلام وينتشر الإسلام. الجهاد ما كان لسفك الدم، الجهاد السبب فيه أن المشركين رفضوا العلم، ما بدهم النبي ولا بدهم العلم ولا بدهم الهداية، رفضوا العلم، فأمر المسلمون بجهادهم حتى ينتشر العلم. فإذا كان ما في نشر للإسلام فنجاهد لنشر الإسلام، أما هلأ مشان نشر الإسلام عم يصير الجهاد، فاللي بدهم ينزلوا بينزلوا للمعركة للجهاد. نحن الآن عم نجاهد، هلأ جيتكم لهون جهاد، جيتكم إلى المسجد وحضور المجلس هذا جهاد يا ابني، جهاد. النبي لما رجع من المعركة عليه الصلاة والسلام سيفه بإيده ورمحه بإيده رجع من المعركة، رجع من المعركة طلع على الجامع على المنبر دغري يوم الجمعة وقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، جايين جاهد النفس ونجاهد الشيطان، هذا الجهاد. والله عز وجل أخبركم بأعدائكم، مين العدو تبعكم؟ قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله عرفك بالعدو، معناته خذ احتياطك، خذ سلاحك لمقابلة هذا العدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طيب هذا العدو شلون بدنا نصرفه؟ النبي عليه الصلاة والسلام طلب منك أن تصلي السنن قبل الفرائض. ليش؟ الله فرض الفرائض، ما كفينا الفرض، لا بدك تصلي السنة قبل الفريضة. شو السر فيها؟ السر فيها قال لما يقف المصلي فيبدأ بالسنة الشيطان بيلطم على وجهه ويأخذ التراب بكته على رأسه فيقول يا ويله يا ويله، الشيطان بيولول على حاله. صلاة ما أمر بها أتى به أتى بها، فكيف بالصلاة الذي أمر بها؟ إذا ما أطاعني بترك السنة بطيني بترك الفرض بولول. فإذا بدك الشيطان يولول على حاله ويضرب حاله ويرمي التراب على رأسه، صلي السنة قبل الفريضة. فالسنة قبل الفرض لقطع طمع الشيطان بالإنسان، والسنة بعد الفرض لكمال الفريضة. فريضة إذا كانت ناقصة يؤخذ من السنة فتكمل الفريضة حتى تكون كامل العبادة. إذا السنة نعم قبل الفرض وبعد الفرض. قبل الفرض ليش؟ حتى ينقطع طمع الشيطان فيك، الشيطان ما حد يطمع. وما دام السنة ما أمر بها، سنة ما أمر بها فما تركها، فكيف يترك الفريضة التي أمره الله بها؟ هذه السنة قبل الفريضة. وأما بعد الفريضة، بعد الفريضة لتتميم الفرض. فإذا الفرض سهوت به أو نقصت سنة أو نقصت فيه واجب، فتأتي السنة فتكمل
الفريضة فتكون الفريضة كاملة يقبلها الله تعالى. هذا الجهاد في سبيل الله. طيب، وعن حذيفة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. حذيفة، مين بيعرف شو مكانة حذيفة في الإسلام؟ أمين سر النبي على المنافقين، كان ما حدا يعرف منافقين إلا حذيفة. النبي يقول له فلان منافق، هذا منافق، هذا منافق، فما كان يعرف سر النبي بالمنافقين إلا سيدنا حذيفة. زي كان سيدنا عمر يجي لعنده يقول له أنشدك الله، هل ذكرني النبي في المنافقين؟ عمر، أنشدك الله، هل ذكرني النبي في المنافقين؟ فيقول لا، ولا أزكي بعدك أحدا. ما بيتحكي لحدا، لا ولا أزكي بعدك أحدا، رضي الله عنه. كان خايف على حاله يكون منافق، ما شو لحنا، رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. في آخر الزمان تكون الفتن كثيرة، تكثر الفتن في آخر الزمان، من كثرة الفتن النبي قال يكثر الهرج والمرج. يكثر الهرج، قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. يكثر القتل، ولا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. على أبو جنب بيصير مثل اللي فجروا، لا القاتل عرف ليش قتل ولا المقتول عرف ليش قتل. فجار سيارة، روح شباب وبنات وولاد وصغار وكبار. هذا هي الفتن. قال في فتن الرجل، فتن الرجل في أهله. الفتن في الأهل أن يظلمهم وأن لا يقيم الحق فيهم. يا سبحان الله، حق الأهل بعض أوقات بيضيع حق أهله بعدم أداء لحق. النبي قال إن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. الأهل إلهم حق، والأولاد إلهم حق. الأولاد فتنة الأولاد ما يعلمهم شرع الله، ما يعلمهم كتاب الله، يشغلهم في الدنيا عن الدين والإيمان. هي فتنة، أن الولد إذا ما تعلم الإيمان بده يطلع منحرف الأخلاق، إذا ما تعلم الهداية والتقوى بده يطلع منحرف الأخلاق. فهذا اسمه على والده، الإثم على الأم إلى السن السابعة، من بعد السابعة الإثم على الأب. فإن قصر في دينه أو قصر في عبادته فالإثم على الأب، بتحمل إثم أبوه. فهي فتنة. الفتنة في المال، يجمع من غير حل، من حرام، يتدين من هاد ما بيعطيه، وبيتدين من هاد وبيأكل عليه، وبيشرب من هاد وبيغش هاد. هذا كله فتنة الإنسان في المال. في الأهل ظلم الأهل وعدم أداء الحق، في المال أن يكون من غير الحلال، في الولد أن لا يعلمه ولا يأخذ بيده إلى المسجد. الولد من السبعة لازم تعوده يجي على الجامع، تعوده يحضر مجالس العلم، تعوده يحب المشايخ، يحب الصالحين. إذا أحبهم
لازمهن بصير مهتدي، وإذا ما أحبهن بده يحب رفقاته، رفقاته هذا بيشرب سيكارة وهذا بياخد شمة وهذا بياخد إبرة، نسأل الله السلامة، بده يخسر ابنه. قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. كمان إذا الجار ما أديته حقه من النصيحة، ما أديته حقه من الستر، تستر على جارك، ما أديته حقه من التكريم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار إذن له حق كبير على جاره، إذا ما أدى له حقه فبيكون ظالم. فتنة الرجل في أهله وماله. فقال هي كلها الذنوب تكفرها الصلاة، إذا صلى غفرت هذه الذنوب، أو صام أو تصدق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر. هذه الخمسة تكفر الذنوب الصغائر، تكفر الذنب الصغير. طلعت من البيت شفت جارك عم يكب زبالة بالطريق، هذا ذنب، ذنب من الصغائر ومن الكبائر، فبدك تنصحه يا جار ما بصير، لازم تحطهم بكيس وترميهم بالحاوية، أما هم بالطريق فلا يصح، هذا خطأ. أنه بيجي الدبان، بيجي الدبان، بيجي الناموس مساء، ننقل العدوى إلى الناس من هذه الأقذار، فهذا ما بيصح. فإذا ما نصحته فأنت مرتكب هالذنب يلي كب فيه زبالة، أنت ارتكبت الذنب، بدك تنصحه. طالع من البيت شف جارك عم يطلع على بيت جيرانه، بدك تنصحه. أما يقول يصطفل ما دخلت، يصطفله هذا مؤاخذ ومسؤول بين يدي الله عن هذا الذنب. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء بيمحوا الذنوب الصغائر. الحمد لله على فضل الله، الحمد لله، الحمد لله. لذلك الوضوء يمحو الخطايا الخاصة بك، والصلاة تمحو الخطايا التي تتعلق بالغير. إذا توضى الإنسان ارتكب ذنب، مثال ماشي في الطريق خرجت النخامة فبصق في الطريق، هذا ذنب وخطيئة، لكن إذا توضيت محيت هذه الخطيئة، هي الخطيئة نفسية منك فتمحى. نظر نظرة إلى المرأة فتوضأ، فالوضوء يمحو هذه النظرة. تكلم بكلمة فيها إساءة توضأ، ففي الوضوء تمحى عنه هذه الخطيئة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تمضمض خرجت كل خطيئة قالها بلسانه مع آخر نقطة، ما بتم ولا خطيئة. وإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة ارتكبها ببصره. فالوضوء إذن يمحو الخطايا الخاصة، أما الخطايا العامة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا بتقروا الحديث أنتم، لكن شرح الحديث ببين معاني الحديث صلى الله تعالى على رسول الله. وعن ثوبان كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام مثل سيدنا أنس. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ثوبان عم يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، مع خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام اتدلل على النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه دائما الخادم بصير مثل وحدة حال يعني، وإن كان ما بتناسب من قربه دائما فهي الطالع. نيال الخادم: هنيئا لخادم المسلمين هو سيد أهل الدنيا والآخرة. فثوبان دل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه: يا رسول الله، دخيلك أنا معك في الدنيا، حابب كون معك بالآخرة، دخيلك ما بدي فارقك، بدي كون معك بالآخرة. فعليه الصلاة والسلام قال: يا ثوبان، عليك بكثرة السجود، بدك يعني بالآخرة كثر العبادة في الدنيا. كثرة السجود يعني كثرة العبادة. كما أنه حصلت لي صحابي تاني سيدنا ربيعة كمان خدم النبي عليه الصلاة والسلام خدمة. شو الخدمة؟ جاب له الوضوء. ربيعة جاب الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، وضى النبي، صب على إيدين النبي، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. بعدما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام التفت لربيعة قال له: اسأل، عاوز شيء؟ اطلب، بدك شيء؟ سل. سل يعني فتح لك باب الإجابة، باب الإجابة مفتوح، اطلب. قال له: يا رسول الله، فاجأتني، أمهلني حتى أفكر، أعطيني مهلة. قال له: معك مهلة. فراح ربيع فكر، شو بدي أطلب؟ مال فاني، دنيا فانية. قال: والله بيطلب رفقة النبي في الآخرة. أجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، أنت طلبت مني أسأل، في مجال أسأل؟ قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، ما بدي غيرها. النبي قال له: وغير ذلك؟ طلب غير هالطلب هذا. قال له: لا، ما بدي غيره. قال له: من الذي أخبرك بذلك؟ مين حكى له؟ قال له: لا والله ما أحد، لكن فكرت بالدنيا فعلمت أنها فانية، فأحببت أن أكون معك في الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود يعني كثرة العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، حتى تكون دائما من أهل الفضيلة. الصلاة الله عز وجل وصفها قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله في النهي أكبر. ولذكر الله أكبر يعني في النهي. فتنهى إذا صلى بيترك الكذب، إذا صلى بيترك. كان بعض الصحابة مبتلى أظن بالكذب أو بغيره، فحكوا للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال: يصلي؟ قال: نعم يصلي. قال: دعوه، فإن صلاته ستنهاه يوما. دعوه فإن صلاته ستنهاه يوما. فانتهى عن الكذب، وانتهى عن الغيبة. فصلى الله تعالى عليك يا رسول الله. فالصحابي إذن ثوبان قال له: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. هي بشارة النبي لكم جميعا يا إخواني. الدرجة في الآخرة، الدرجة في الآخرة 500 عام، هي الدرجة، وبينها وبين الدرجة الثانية 500 عام، ما بين الدرجتين يعني 1000 سنة. فكل ما تسجد سجدة
ترتفع درجة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أما تنتهر خطاياك تمحى ذنوبك ببركة السجود. وعن ربيعة ابن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر، كان يسافر معه، فأتيته بوضوئه وحاجته، صلى الله عليك يا رسول الله، أتاه بوضوئه، الوضوء معروف، وحاجته أتاه بسجادة الصلاة وبالسواك، هي حاجة المصلي، السواك وسجادة الصلاة، فكان النبي يستاك ثم يصلي. فقال لي: سل، اطلب. هي إيه؟ في ساعات بإجابة الله عز وجل يوفقنا لها. سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ اطلب غير الطلب. أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، ما بدي غيرها. الله يفهمنا يا ابني، الله يفهمنا، تكون رفيق النبي في الجنة خير الدنيا والآخرة كله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني يا أحبابي، شو أخذنا نحن من الحديث؟ ربيعة رضي الله عنه حصل الدعوة، ثوبان حصل الدعوة، أنت ناوي تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، ناوي تصير رفيق النبي في الجنة؟ أكثر من السجود. هاي الكلام لكل واحد من المسلمين، ما فقط لثوبان أو لربيعة، لكل واحد من المسلمين. قدر اليوم النبي عم يحاكيك إلك: أعني على نفسك بكثرة السجود. معناتها صلي الفرائض وصلي النوافل وصلي زيادة، لا تضيع عليك فرصة من الحياة. واحد فاضي ما عنده شغل قاعد على التلفزيون، لا، قوم توضى، صلي فرض ظهر قضى، فرض عصر قضى، يلي عليه قضى يا أخواني لا تتهاونوا، يلي عليه قضى يا أخواني لا تظن أنك ناجي يوم القيامة، يلي عليه قضى بده يصليها، هاي الفرض مفروض عليك، هذا مكلف أنت فيه، ما أديته هون بدك تأديه هنيك. فاللي عليه قضاء ما يضيع فرصة. الله يرضى عن أبي حنيفة، قال: اللي عليه قضاء ما بيصح له يشتغل بأكثر من لقمته فقط. قديش لقمتك؟ بكفيك رغيفين كل يوم، تشتغل بحق رغيفين، بقية الوقت كله بدك تصرفه بالقضاء. هذا مذهب الحنفي يا ابني. فمين حنفي بيناتكم؟ الله يعيننا ويعينكم. هذا الحنفي بده يصلي قضاء. الإمام الشافعي الله يرضى عنه قال: في كسل بالناس، ما دام في كسل له بدال السنة صلي فرض قضاء، أسقط الفرض عنك، بس بدال السنة صلي فرض قضاء، لما بتخلص القضاء بتصلي سنن. حنفي قال له: لا، بدي صلي السنن وبدي صلي قضاء، همة، بدي يكون مسلم صاحب همة. فعليك بكثرة السجود، كثرة السجود أول كل، أسقط ما عليك من الفرائض. وفي مذهب الحنفي رضي الله عنه قال: القضاء مكروه في المسجد، بيقضي في بيته. ليش؟ قال: لأنه إذا صلى في المسجد عرف حاله للناس بأنه كان تارك صلاة، فضح حاله بين الناس بأنه إنسان كان مقصر في الصلاة، فسترا لنفسه قال له: صلي ببيتك.
فرضت عليك الصلاة من يوم أن بلغت. ممكن يكون واحد بلغ بال14، ممكن يكون بلغ بال12، فممكن بال15، من يوم أن بلغت فرضت عليك الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن قصر بهن صلاهن يوم القيامة في النار. وكثر من السجود، هذا الفريضة هو السجود النوافل، بس قبل ما تصلي النوافل صلي الفرائض اللي عليك. كيف بده يصلي الواحد الفرض النفل القضاء؟ قضاء شلون بيصلى؟ أول شيء حسوب عمرك، حسوب عمرك قديش هلا العمر؟ قضاء 10 سنوات، مع كل فرض إذا صلى فرضين 5 سنوات بيخلص من القضاء كله. كل فرض صلي معه فرض أول فرض بعدين، فرض قبلي فرض بعدين، 5 سنوات بيقضي. بيكتب بالورقة بدأت القضاء في يوم كذا في الصلاة الفلانية، صلاة الصبح بدأت بالقضاء. هذا لما بده ينوي القضاء بيقول أصلي فرض الفجر قضاء، فرض آخر فجر أدركت وقته ولم أصلي قضاء الله أكبر، أصلي آخر فجر قضاء الله أكبر، آخر ظهر قضاء الله أكبر. بينوي دائما آخر وقت أو أول وقت، هي نية القضاء. أصلي آخر ظهر قضاء الله أكبر، آخر عصر قضاء الله أكبر. انتبهوا علي لها المثال. ها؟ هدول الصلاة اللي عليك، عليك هدول صلاة، فلما بيبدأ بالنية بقول أصلي آخر الظهر قضاء، راح آخر الظهر، آخر الظهر راح آخر الظهر، تم رايح آخر حتى يصال للأول، أو بيقول أصلي أول ظهر قضاء الله أكبر، أول ظهر أول ظهر بيروح معه. فيا بيبدأ بالأول يا بيبدأ من الآخر حتى ينتهي من القضاء. بده يسجل يوم البداية ويسجل يوم النهاية حتى يعرف أنه أنهى العبادة اللي عليه بالقضاء. طيب، فهنا إذن الحديث صلى الله عليه وسلم يا رسول، أعدني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود يلي عليه، ليس هذا ليس سجود الفريضة، إنما هو سجود النافلة، هذا سجود النافلة. أما إذا واحد عليه فريضة نافلة ما مقبولة. لذلك لما الإمام الشافعي الله يرضى عنه قال بدال السنة بيصلي الفرض، قال له السنة هي مؤكدة، قال لهم لجيب لكم مثال، رجل استدان 10,000 عليه دين 10,000 وجاء 10,000، فبيتصدق من 10,000 ولا بيوفي الدين؟ أنه بيعمل يوفي الدين، كان وفاء الدين فرض والصدقة نفل. قال له كذلك الفرض، الفرض هذا فرض عليك، أما صلاة السنة نفل، سنة نفل، فبتأدي الفريضة أول، تصلي الفريضة بعدين نفل. علي فأعني على نفسك بكثرة السجود. واحد ما عليه قضاء، في عنده صلاة الضحى 6 ركعات، صلاة التهجد 6 ركعات، وبيجي سنة العشاء 2 ركعتين، والوتر 3 صاروا 9 ركعات. هكذا كان النبي يصلي التهجد 9 ركعات. في قيام الليل، قيام الليل بيصير بعد العشاء قبل النوم يسمى قيام الليل،
بعد النوم شو يقال له؟ تهجد. فقبل النوم صلي لك ركعتين أربع ركعات، هذا حتى يكتب عند الله في قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صلي، والأفضل أن تؤخر صلاة السنة والوتر إلى قبل النوم، تتوضأ وتصلي السنة والوتر، تحط رأسك وبتنام. كتبت ممن قال الله فيهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله، عليك أعني على نفسك بكثرة السجود. طيب، بحديث واحد منكمل الفصل. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب في حجة الوداع صلى الله عليك يا رسول الله، فقال هي أطول خطبة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم، يعني الفرائض الخمسة، وصلوا خمسكم. أول صلاة فرضت أني صلاة؟ أول صلاة الظهر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. أما بيبدأ بالفجر لا، أول صلاة فرضت الظهر. اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم، يعني شهر رمضان، وأدوا زكاة أموالكم. زكاة المال بالمية قديش؟ 2.5 الفريضة، فريضة 2.5، والسنة قديش؟ في فرض وفي سنة، ما الفرق بين الفرض والسنة بالنسبة للزكاة؟ فضية الزكاة أديت حق الله تعالى، حق الله 2.5، أديت حق الله فسقط عنك حق الله سبحانه. وأما الصدقة فهي لك تثقيلا في موازينك، واحدة، 2، غمامة لك يوم القيامة من الشمس. النبي قال يستظل المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، خيمة بتجي فوقها من الشمس. 3، زيادة الحسنات، كل حسنة بزيد 10 إلى 70 إلى 700 ضعف، هذا كله الصدقة. وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم، أطيعوا ذا أمركم، بطاعة صاحب الأمر. الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر كل من ملك أمرا وأنت قائم معه، هو السيد وأنت عليه، فبدك تطيع أمره، بذلك بتصير الأمور كلها قائمة بنظام. أما هذا ما رضي يسمع كلام هذا، وهذا ما رضي يسمع كلامه، فلتت الأمر وضاعت الحياة، بتصير دائما العداوة بيناتهم. فأطيعوا ذا أمركم صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا عملنا، قال تدخلوا جنة ربكم، صلاة وصيام وزكاة وطاعة أولي الأمر، 4، تدخلوا جنة ربكم. فإذا لازم ننتبه لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، في علينا 4 أشياء. الآن صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. والحديث الأخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء، ما أذن الله لعبد في شيء
أفضل من ركعتين يصليهما، أفضل من ركعتين يصليهما. وإن البر ليذر على رأس العبد في صلاته، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. هذا الحديث بنحفظه، صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. أفضل شيء يقوم به الإنسان صلاة ركعتين. وإن البر ليذر، البر يعني الخير والإحسان، يذر يعني عم ينكتكت ما ينزل بالنقطة، ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته. في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد في صلاته، إذا قام العبد في صلاته ذر البر على رأسه حتى يركع. تم الخير عم ينكت على رأسه ما دام واقف عم يقرأ، ذر البر على رأسه حتى يركع. فإذا ركع علته رحمة الله حتى يسجد، ما دام راكع رحمة الله عم تغطيه، علته رحمة الله حتى يسجد. والساجد، والساجد يسجد على قدمي الله، والساجد يسجد على قدمي الله فليسأل وليرغب. هذا تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام، تشبيه عظيم. مثل ملك كبير وجابوا له واحد مذنب أو مجرم، حطوه بين إيديه، شو بيعمل المجرم؟ بيركض على رجلين: ملك دخيلك، دخيل أمان، دخيل أمان. قال: لما أنت بتسجد لاحظ أنك على قدمي الله عم تسجد، عم تسأل، اطلب فليسأل وليرغب. قديش الواحد بده يطلب؟ سأل واطلب من خير الدنيا وخير الآخرة في السجود. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأطيل السجود وأكثر الدعاء فيه. فأطيل السجود وأكثر الدعاء فيه، صلى الله عليك يا رسول الله. وإن البر يعني الخير والفضل والإحسان ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته. وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. أفضل ما يقوم الإنسان به في الصلاة قراءة القرآن. ولما أنزل الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، القنوت له معنيان: إما طول القيام وإلا وإما طول السجود. طول القيام أو طول السجود يقال له قنوت. طول القراءة هذا يطال، طول القراءة أو طول القيام يعني القراءة، وطول السجود يعني الدعاء.
فإذا قام بالقراءة أو سجد وهو يدعو فهذا أفضل أنواع الصلاة. أفضل أنواع الصلاة تلاوة القرآن وأنت قائم، أو الدعاء وأنت ساجد. وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، صلى الله عليك يا رسول الله. وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني بمثل القرآن، ما تقرب العباد بمثل تلاوة القرآن. الله يتقبل منا ومنكم، ويغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.